إذن طلاب نكمل وياكم الشابتر الثاني طريقة الدايركت ديزاين ميثود. شرحنا بالمحاضرتين السابقة قلنا طريقة الدايركت ديزاين ميثود هي طريقة نستخدمها لتحليل السقوف، والمقصود بتحليل السقوف هو إيجاد العزوم، الأهم. العزوم من هي؟ العزوم السالبة والعزوم الموجبة الموجودة بالسقوف. زين، قلنا فكرة الدايركت ديزاين ميثود شلون تعتمد؟ تعتمد السقف مالتي، أنا هذا السقف مالتي على سبيل المثال اللي هو هذا السقف مالتي. طبعا قلنا ده زي مثال بشروط سبعة لازم تنطبق يلا نقدر نستخدمه. واحنا قلنا العادة من اجيب لك بالمسألة سؤال اقول لك حلل لي او استخرج لي العزم بطريقة الدايركت ديزاين ميثود، فيعني انا اقول لك جرانتي الشروط مالتك منطبقة، بتروح تشيكها. يعني يقول لك بالسؤال حل بطريقة الدايركت ديزاين ميثود يعني معناته الشروط منطبقة. زين، يجيك سلاب نقول بهذا الشكل اللي موجود عندنا، ان هذا لازم نقسمه الى مجموعه من الشرائح ستريبس او فريم صحيح، يا اما تكون باتجاه الاكس، هاي شرائح باتجاه الاكس، هاي نفس ما واضح عندي سهلانه، هاي شرائح باتجاه الاكس تكون المسافات مالتها من سنتر البانل سنتر البانل، هاي هذا السناتر، والشرائح الخارجيه تمتد للنهايه. قلنا الشرائح شو نسميها؟ قلنا الشرائح اللي باتجاه اكس تصير لها لوكتودنال، وهاي الشرائح بدورها تنقسم لشرائح شنو؟ شرائح داخليه ولا شرائح خارجيه. الشريحه اي ودي هي خارجيات، والبي والسي شرائح داخليه. وقلنا عرض الشريحه عرضها نسميه ال2، نفس ما تطرقنا له سابقا بحساب الكي بالشابتر الاول اللي بتحددكم به. اوكي؟ زين، كذلك ينقسم لشرائح الى المره شنو؟ باتجاه الواي، اللي باتجاه الواي نصيح له شنو؟ نصيح له ترانفيرس، شرائح شنو؟ ترانفيرس. كذلك ننقسم الى شرائح داخليه ولا خارجيه. قلنا عرض الشريحه نفس الشيء راح نسميه شنو؟ ال2. كل عرض شريحه نصيح له ال2. بعد الشريحه الخارجيه تمتد الى نهايه السقف مو للسنتر، هذا نصيح له ال2. اوكي، والمسافه من سنتر الكولوم، من سنتر الكولوم ذني نسميها شنو؟ ال1. ال1 اذا ابعاد السناتر مال الكولوم ال1، عرض الشريحه شنو؟ ال2. قلنا بعدين ان هاي الشريحه تتكون من شيء يصيح له فضاءات. شنو فضاءات؟ يعني هذا اللي منه لهنا هذا نصيح له الفضاء رقم 1، وهذا منه لهنا نصيح الفضاء رقم 2، وهذا من هنا شو نصيح له؟ فضاء رقم 3. زين، الكود المصادر الهندسية شو يصيح للفضاء؟ هاي يصيح له سبان. كلمة سبان معناتها شنو؟ معناتها فضاء. زين، الفضاء 1 و3 هن متشابهات متناظرات، فإذا يساوي 1 هو يساوي 3. أوكي؟ إذا كانت الأبعاد طبعا بتساوي الفضاءات 1 و3 نصيحة شو نصيحة؟ نصيحة لفضاءات خارجية، نصيحة لخارجية أور نصيحة لإند إند سبان، فضاء خارجي أو أسميه إكستيرير سبان. والفضاء رقم 2 هو نصيحة شنو؟ فضاء داخلي. زين، أنا لازم بدل الفضاءات 1 و3 لازم أحسب لها العزم مالتها الموجود بيها. هذا العزم نصيحة للأمنوت، نصيح له الامنوت، نصيح له الستاتيك مومنت. مصادر الهندسيه شو تسميه؟ ستاتيك مومنت. المقصود بالستاتيك مومنت شنو؟ هو العزم الموجود بالسبان، يا سبان يا اما داخليه يا اما خارجيه. اوكي؟ هذا العزم شلون نوجده؟ حسب القانون مالته الحمل دبليو، او مرات قلنا نسميه كيو يو، دبليو مضروب بعرض الشريحه مضروب بالبعد الصافي مال السالب. مثلا يا بنل انا جاي اتعامل فور اكزامبل جاي اتعامل بالبنل، هاي رقم 1، هاي البنل رقم 1، بس ركزوا وياي، هاي البنل رقم 1. من هذا السنتر لهذا، من هذا السنتر لهذا السنتر، هاي المسافه نصيح لها ال1. ال ان هي المسافه من وجه هذا الكولوم لوجه هذا الكولوم، هاي المسافه نصيح له شنو؟ نصيح له يلا مثل ما شرحناها بالشابتر الاول، هي المسافه الصافيه من وجه الكولوم لوجه الكولوم.
او منو جي الكابيتال وجي الكابيتال. فهذا قانون هنا أنا. شنو اي لاين تربيع تقسيم 8، قلنا الدبليو اذا مطى التيميت لازم نضرب الديد لود في 1.2 واللايف لود نضرب في 1.6. اوكي زين، استخرجنا الام نوت هذا الفضاء الاول، هذا كل الفضاء الاول ام نوت، وبعدين نستخرج الام نوت لهذا الفضاء الثاني، بعدين نستخرج الام نوت للفضاء الثالث. بس شوف شنو اللي ممكن يسهل لك امر، اذا ما راح تحسب مالت الفضاءات، اذا كانت الابعاد البانلات مال البانل واحد، هاي البانل واحد، هاي البانل واحد هي نفس ابعاد هاي البانل رقم اثنين ونفس ابعاد البانل رقم ثلاثه، فالام نوت المستخرج مال واحد هو نفسه راح يساويهم كلهم، الا اذا اختلفت الابعاد. وهاي شوي بس شيء مستبعد، لازم تحسب الام نوت لكل بانل. اوكي، يعني اغلب اسئلتنا ان الابعاد متساويه، ان الابعاد متساويه معناتها الام نوت متساوي. زين، وانا اتطرق لشرح الاخوان السابقه. زين، نجي خل هاي نشرحها بعد بالزايد، نعيد شرحتها. من اخذت شريحه باتجاه الاكس تصير على لونجتودنال، وعشان شريحه داخليه قلنا عرض الشريحه راح نسمينه L2، وسنتر تو سنتر هو L1. اوكي، والمسافات الصافيه تصير على L1، لازم الرموز تعرفها. شوف الاسبانات، البانل الداخليه، الاسبان الداخلي نسميه انتيرير سبان، اللي هو هذا من هنا، او خلينا نقول بالاحرى هذا كله، هذا من هنا لهنا، هذا يصير له بانل داخلي. اوكي، وهذا باللون الاخضر المتبقي، هذا بانل خارجي، هذا بانل خارجي. اوكي زين، هاي البانل ايش بيها؟ هاي البانل هسه بدي اشرح بيها. كل بانل قلنا شرحنا سابقا بيها ثلاث عزوم، بيش كم عزوم؟ بيها ثلاث عزوم، هاي قايلها ثلاث عزوم، اثنين سالبه وواحد موجبه. دائما منتصف كل سبان اكو عزم موجب، هذا السبان ولا منتصف مالته هذا اكو عزم موجب هنا، اكو عزم موجب هنا، اكو عزم موجب هنا. كل مسند يعني كل كولوم هنا نبي عزم سالب، هذا واحد هذا اثنين، هذا واحد هذا اثنين، هذا واحد هذا اثنين. بالمحصله كل بانل او كل سبان صار بيه ثلاث عزوم، واحد موجب واثنين سالب. اوكي، بما انه هاي البانل هذه اذا سميتها A هي ابعادها نفس B، عندنا متساويات A تساوي B، اذا كانت الابعاد يعني قيمه العزوم لان متساوي، هذا الموجب يشبه هذا الموجب، وهذا السالب البرة يشبه السالب البرة، وهذا السالب الجوه يشبه السالب الجوه. زين، هاي شلون راح نسميها مسميات؟ هاي العزوم شلون راح نسميها؟ لاحظوا وياي مسميات، شلون راح نسميها مسميات؟ هاي العزوم اللي عندي، العزم الموجب يصير له بوزيتيف مومنت، هاي خلصنا منها، هاي بوزيتيف مومنت، بوزيتيف طبعا بوزيتيف مومنت فور اند سبان اور بوزيتيف مومنت فور انتيرير سبان حسب الفكره. زين، العزوم السالب لاحظ هذا عندك هنا عزم سالب وعندك هنا عزم سالب، هذا راح نصيح له انتيرير نيجاتيف مومنت، هو عزم سالب داخلي اللي هو هذا وهذا اثنيناته، ليش داخلي؟ ليش ما سميته خارجي؟ بينما هذه البرة اللي باللون الازرق راح هاي اشرح لي هاي راح اصيح له عزم سالب خارجي، ليش؟ لان هنا هنا وراها ماكو شيء بعد. هنا شنو؟ ماكو شيء، ماكو فضاء، ماكو استمراريه، فاصيح له اكستيرير. بينما هذا السالب وهذا السالب من هنا وهذا السالب من هنا فضاء مستمر. اصيح تصحيحنا شنو؟ انتيريال صارت داخلي. اوكي، فلو انا عندي سقف بهذه الحاله بمثلا باخي شرائح باتجاه اكس باربع شرائح، بهاي شريحه رقم واحد وبهاي شريحه رقم اثنين وبشريحه رقم ثلاثه وبشريحه رقم اربعه، كل شريحه بها ثلاث بانلات وكل بانل بها ثلاث عزوم، قلنا واحده موجبه واثنين سالب، راح يكون توزيعها بهالشكل.
انت بالمساله شو يطلب منك؟ راح يطلب منك ياخذ لك شريحه، هو يحدد لك بالسؤال، مثلا يقول لك فور اكزامبل استخرج العزوم مال شريحه رقم 2 اور شريحه رقم 1، هذا كان باتجاه الاكس وهذا باتجاه الواي، راح يعكسها نفس الشيء، هذا باتجاه الواي كذلك نفس الحاله بس يفترض ونفس مسميات العزوم. قلنا هذا هاي العزوم هاي اللي هاي اللي توزيعها بهالشكل، هذا التوزيع نسميه التوزيع الطولي. التوزيع شنو؟ الطولي. ليش سميناه طولي؟ ليش ما سميناه بس توزيع العزوم وسكتنا؟ لان عندي انا بطريقه الدارت زي مثلا من نحلل السقف يوجد عزوم، طريقتين من التوزيع، وحده تعتمد على الاخرى. ان التوزيع الطولي اللي هو رقم واحد، وراح يجي توزيع وراه يعتمد على التوزيع الطولي اسمه التوزيع العرضي. مقصود بالطولي وش مقصود بالعرضي؟ التوزيع الطولي معناته استخراج العزوم السالبه والموجبه على طول الشريحه. شلون يعني؟ انا الشريحه مالتي هذه طلاب، بس ركزوا وياي، هذه الشريحه مالتي، هذه الشريحه مالتي، وين اطول؟ هذا الطول، هذا اللي هو خلينا نقول اتجاه واي. فالعزم باوع، بدينا هذا عزم سالب رقم واحد، وراه اجى الموجب، وراه اجى السالب، وراه سالب، وراه اجى الموجب، وراه اجى السالب، وراه سالب، وراه موجب، وراه سالب. هاي العزوم توزيعها كانت على طول الشريحه. هذا التوزيع شو نصيح له؟ التوزيع الطولي. لو كانت الشريحه بالعكس مالتي، كانت بهذا الشكل عندي هذه. نفس الحاله. جيت هذا العزم الاول، بعدين هذا، بعدين هذا، بعدين مني الى اخر شيء. وين طول الشريحه؟ هذا طولها اللي هو باتجاه الاكس. فهاي العزوم استخرجناها على طولها، فراح نصيح لها التوزيع الطولي. زين، لا التوزيع العرضي شنو هو التوزيع؟ التوزيع العرضي راح يصير بالعكس، مكان ما اوزع بالطول راح اوزع شنو؟ اوزع بالعرض. اوكي؟ بعد التوزيع لازم بالبدايه احنا نوزع توزيع طولي. والتوزيع العرضي يعتمد على التوزيع الطولي. طلعوا لي هاي رسميا موجوده عندكم على مود تفهمون اللي دا احكي يعني. تشوفون هذا السهم، هذا السهم الرسمي الثاني، هذا على طول الشريحه. هذا مقصود به هاي بي. طبعا عندي عزوم سالبه وموجب، سالبه وموجب، ورسمها راح يكون بهالشكل. هذا هنا عندي موجب، هنا عندي موجب، هنا عندي موجب. وكل مكان مثلا عندي بي سالب. هذه العزوم التسعه اللي مجموعها لكل بانل ثلاثه نصير التوزيع الطولي. ورا ما نوزع توزيع طولي لازم نوزع توزيع عرضي، شوفوه على عرض الشريحه. هم اكو هنا سالب، واكو هنا موجب، واكو هنا سالب، وهنا سالب، واكو موجب، واكو سالب، وهنا سالب وموجب وسالب. زين، هسه التوزيع العرضي شوفوه اللي هو على عرض الشريحه، هذا بعدين راح اشرحه بالمحاضرات الجايه. اهم شيء هسه احنا اريد افهمكم التوزيع الطولي اللي يصير شنو على طول الشريحه. يعني شو خلينا ناخذ اكزامبل. خلينا ناخذ اكزامبل. اخذنا سابقا هذا السؤال اللي هاي راح يجزء من يمه، قال لك بنطيك الديد لود وبنطيك اللايف لود، قال لك اريدك توزيع توزيع طولي بالمساله. لونجتودنال ديستربيوشن. قلنا اللونجتودينال مو معناته هنا اتجاه اكس، لان جتي مرافقه ويا كلمه ديستربيوشن. لو قل لك لونجتودينال فريم مثل ما هاي المصطلح راح اشرح عليه. لونجتودينال فريم معناته شريحه باتجاه الاكس، اللي هي هاي باتجاه الاكس، هاي الشريحه دي. وش بيها الشريحه؟ شريحه داخليه، هاي تكون داخليه هسه هنا باشرح. لكن كلمة longitudinal distribution معناتها توزيع على طول الشريحة. زين، قلنا هاي منها المسافات خمسة ومنها خمسة، نص الخمسة منها، نص الخمسة منها راح يطلع لك خمسة، يعني فيها نص زائد فيها نص خمسة، إذا عرض الشريحة قد خمسة. والال واحد عندك ستة بستة بستة. قلنا أول فقرة لازم أحسب له شنو؟ أحسب له الام نوت من هذا القانون اللي عندي، أول فقرة. لانه شو يساوي؟ قلنا الدبليو يو او الكيو يو اللي هو 1.2 ديد لود و 1.6 تايم لود، وعندي الديد لود وعندي اللايف لود، استخرجنا مقدار الحمل هاي 7 بوينت في عرض الشريحه. ايش قد اللي هي هاي اللي هي نفس هاي؟ ايش قد؟ 5. مين جتي 5؟ نص الخمسه منها، نص الخمسه منها، 2 زائد 2 ونص، شوف هنا مسوي لك يطلع لك 5.
جهة عوضة الخمسة هنا يبقى لك ال LN. ركزوا يا طلاب، بما انه البنالات مالتي هذن الثلاثة، يا ان الثلاثة هاي الثلاثة، هاي البنال رقم واحد وهاي البنال رقم اثنين وهاي البنال رقم ثلاثة، بما انه ابعادها متساوية، شوفوا ستة بستة ستة وابعاد الكولومات متساوية، فال ال ان مال البانل واحد هو نفس ال ال مال بانل، هو نفس البانل مال ال ان ثلاثة. اذا العزم اللي راح يطلع الام نوت، الام نوت هذا هو مال واحد ونفسه مال اثنين، ومال اثنين نفسه مال ثلاثة. ليش؟ لان الابعاد متساوية عندي، نفس عرض الشريحة، نفس مقدار الحمل، نفس البعد الصافي ال ال ان. زين ال ال ان شلون نستخرجه؟ قلنا هو البعد الصافي اللي هو من هنا الى هنا راح يساوي لي 6 ناقصا ابعاد الكولوم نفس ما تعلمنا، 6 ناقصا ابعاد الكولوم اللي هو 0.4 طلع 5.6. هذا الاول قلنا لازم ال ان يقارن حسب ما محددني الكود وشرحته المحاضره السابقه، لازم يقارن ويا 0.65 في ال 1، لازم ما يقل عن هذا المقدار. زين اذا قل شلون؟ تهمل الان مالتك وتختار ابو ال 65 في ال 1، وشرحت ذيك المحاضره السابقه تقدرون ترجعونها منشوره على اليوتيوب ليش الكود حدد لي ب 0.65 في ال 1. جيت عوضت طلع لك الامنوت، جيت مقداره 152.88، هاي اول خطوه حسبنا الامنوت. مال منو هذا؟ هو نفسه مال بانل واحد اور سبان واحد، نفسه مال سبان اثنين بس، ونفسه مال سبان ثلاثه. واحد السؤال الاخر المهم، لازم اوزع توزيع حصه طولي. ايش مقصود بالتوزيع الطولي؟ يعني شنو؟ على طول الشريحه، هاي الشريحه مالتي، ترسم عزومك، عندك عزم سالب هنا، عندك عزم موجب هنا وسالب هنا، وبعدين سالب هنا وموجب هنا وسالب هنا، نرجع سالب هنا وموجب هنا وسالب هنا. أنا يذني مقدار العزوم التسعة شلون؟ بما إنه هاي البانل هاي إذا سميتها واحد هاي نفس متناظرة ويا اثنين، فالعزوم ذني متساوية. خلينا نشوف الخارجيات، خلينا نجي على الداخليات، هاي الداخلية، هاي البانل الداخلية، هاي البانل الداخلية، هاي دعوة ذني العزوم الثلاثة مالتها. شو يقول الكود؟ شو يقول الكود؟ يقول البانل الداخلية فقط. اليا بانل الداخلية فقط. ركزوا وياي. هاي عندك هاي بانل داخلي انتيرير سبان، وعندك هذني بانلات خارجية اكستيرير سبان. يقول لك البانل الداخلية بيها عزم سالب هنا وبيها عزم موجب هنا وبيها عزم سالب هنا. انت استخرجت لهذا البانل الداخلي، استخرجت شيء اسمه النوت. هذا الام نوت راح يتوزع الى عزمين سالبه اللي هو هذا وهذا رقم واحد ورقم اثنين، والى عزم موجب مقداره واحد اللي هو هذا. زين شو يقول لك؟ يقول لك مقدار الام نوت اذا ضربته في 0.35 يطلع لك العزم الموجب ثابت، هذا ثابت. العزم الموجب اذا توجد مقداره الضربة في 0.35، زين والعزم السالب لازم الضربة في جيد في 0.65، هاي ثابتة اي ثابتة. المن البانل الداخلية فقط، يعني هاي هذا الشرط مال الكود، هاي الفكترات ال 65 وال 35 ما تنطبق هنا على هاي البانل ولا على هذا البانل، تنطبق فقط على البانل الداخلية. مقدار العزم الموجب يضرب في 35، مقدار العزم السالب يضرب في 65، تطلع لك العزوم. هاي خلاص، هذا التوزيع الطولي مال هذا البانل. خلينا نشوفه هنا وانا بمسالتي هذه سؤال. هاي باوع لي فور انتيرير سبان، باعوا لها الرموز مهمه، زائد معناتها بوزيتيف، هاي معناتها بوزيتيف هاي الكلمه. يختصروها moments at center of spawn، انواع البنال الداخليه هذه وين؟ هذا العزم الموجب اللي هنا
جن مقداره 0.65 35 في الامنوت. الامنوت وين هذا اللي استخرجناه من هذا؟ 152 بوينت ضربناه في 0.35 طلع لك هذا العزم مقداره هنا 5.508. زين العزم السالب ايش قد؟ 0.65 في الامنوت. ايش قايل لك؟ نيجاتيف. هاي معناته مومنت at face of support على الوجه هنا صاير هنا هذا سالب وهذا سالب مو منتصف الكولوم بالوجه 0.65 في 152 يطلع 99. شوف اذا تجمع هذا العزم السالب 99.37 تجمع ويا 53.508 المفروض يرجع لك 152. المفروض يرجع لك شنو؟ العزم الكلي. هني حصص طلعولي هذا، هاي مقدار هذا البانل الداخليه، العزم الموجب 0.35 والعزم السالب 0.65 و0.65. هاي مقدار العزوم، هذا 35 حسبناه طلع لي العزم الموجب، هذا العزم السالب. شوفوا بالشابهات، هذا العزم السالب ايش هذا العزم السالب؟ ليش بالشابهات؟ لان الفاكتور نفسه هذا 0.65 هذا 0.65 حسب ما يقول الكود. خلصنا من البانل الداخلي، نجي على البانل الخارجيه. هنا شويه بهير عندكم تركزون وياي. هذه البانل الخارجيه طلع. هذه. هاي رسم العزم شلون راح يصير بها؟ دائما يعني دائما عندي عزمين، عندي هذا عزم سالب وعندي هنا عزم سالب. اللي نفسه هنا عندي عزم سالب وهنا عزم سالب. عندي بالمنتصف شنو؟ عندي عزم موجب. دائما الرسم مالته العزم السالب اللي يصير داخلي يصير اكبر من البرا. هيجي هيجي هذا بسرعه هذا هيجي هيجي اوكي. يعني هذا الفاكتور مال هذا السالب راح يختلف عن الفاكتور مال هذا السالب، وهذا السالب يختلف عن هذا السالب. اوكي ليش؟ واحد يسالني دائما العزم السالب يصير اكبر لان تجي عزوم من هاي من هذا الفضاء ومن هذا الفضاء تجي عزوم يعني يصير اكبر. زين شلون نوجد الفاكتورات هذني؟ هذني مو ثابته يعني مو نفس مال البانل الداخليه اذا عزم موجب 0.35 وعزم السالب 0.65 هذني مو ثابته. الكود اعطاني تيبل، هذا التيبل 8 10 4 2 شو اسمه؟ ديستربيوشن كوفيشنت. كوفيشنت معناته هذه الارقام اللي راح تنضرب بالام نوت مثلا هذا 0.35 و5 و65 على كوفيشنت ينضرب بالامنوت. يقول لك ديستربيوشن كوفيشنت فور اند سبان، خلوا لي اربع خطوط حمر وثلاثه خضر جوا. شنو كلمه اند سبان؟ هذا التيبل يخص البانلات او السبان الخارجيه اللي هي هذه وهذه. اوكي زين هذا ايش شو يقول؟ يقول لك انت كل بانل مالتك بيت له عزوم، بيت له عزوم اثنين سالبه وواحد شنو؟ واحد موجب. اثنين سالبه وواحد شنو؟ موجب. زين السالب الموجب يسميه ايش بيه؟ يسميه موجب. باعوني الموجب سماه موجب، هذا اللي هو هذا موجب. بينما السالب هذا يا طلاب هذا هو مو نفسه هذا. زين هذا يصيح له سالب داخلي، سالب شنو؟ interior moment or coefficient. وهذا البرة راح يسميه exterior coefficient. ليش؟ لأن قلنا هذا منه ماكو استمرارية، بينما هذا شبه مستمر. لاحظ لي هنا عندك interior negative يعني عزم سالب داخلي اللي هو هذا، اللي هو هذا واللي هو نفسه هذا هنا. بينما الاكستيريال نيجاتيف هو هذا وهذا
اوكي زين، هاي الفكترات مالت، شوفوا اللي بيها هاي الفكترات شلون ذني. يقول لك هذني العزوم الفكترات هذني تتغير الفكترات حسب نوعية السقف مالتك. شو نوعية السقف مالتك؟ هل السقف مالتك مستند على جدار طابوق، لو مستند على جدار كونكريتي، لو مستند على بيم، لو مستند على كولوم؟ كل واحد راح يوزع لي العزوم شكل. اكيد اكيد يعني اذا انت عندك اقوى شيء مثلا من عندك اخير شيء عندك جدار كونكريتي صحيح له شير وول، هاي يصير تداء كلش قوي يصير. او قد يكون عندك جسر مو نفس توزيع العزوم اللي يصير عندك حائط طابوقي، طابوق يعني ماكو تداخل محلي التسليح. اوكي فشو تقول لك هنا؟ انه يعتمد على الاسناد مالتك على نوعيه السقف. هذا اللي راح اضطره باللون الاحمر هذا يعتمد على الاسناد مالتك. يقول لك اذا كان الاسناد مالتك حائط طابوقي، الحائط الطابوقي الكوتش يسميه ان ريسترند ايج ان ريسترند، معناتها بريك وول، معناتها حائط طابوقي نفس هذا الرسم اللي عندك. ضاوي علي، هذا السقف مالتك مستند على هذا الجدار الطابوقي، هذا الجدار الطابوقي. شلون تعرف انت حسب الرسم حسب السؤال؟ اذا قال لك مستند على جدار طابوقي راح نختار احنا هذا، اختار هذا الخيار الاول مال الاسناد. فاذا رسم العزم راح يساعدك بهالشكل. شنو معناته جدار طابوقي طلاب؟ جدار طابوقي معناتها احد النهايات مالتك سمبل سبورت، يعني بهالشكل خلينا نقول بهالشكل، منه مستمر منه غير مستمر. شنو معناته؟ معناته من تجي ترسم العزم، العزم يبدي بالصفر من هنا يبدي. ليش من الصفر؟ دائما بالمستند هنا مقدار العزم يساوي صفر. اوكي زين، يقول لك فاذا العزم مالتك السالب الفكتر مالته راح يجي يساوي صفر صفر. بن 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 العزم بصفر، فصفر في الام نوت العزم عندك صفر هنا. يقول لك لا، الموجب راح يصير 0.63، 0.63، والعزم السالب الداخلي الانتيريور راح يصير جيد 0.75. طبعا هذني ضربه في الام نوت، في الام نوت هذا صفر، في الام نوت صفر. هذا اذا كان الاسناد الاول، كان شنو الاسناد؟ جدار طابوقي. زين نروح على الاسناد الثاني، اذا كان السقف مالتك بجسوره نفس هذه الحاله اللي عندك، ما علي؟ هذه الصورة بداخلي، هذا واحد، هذا الصورة راح نختار هذا الاسناد. طبعا شلون نعرف؟ حسب الرسم مالته بالسؤال او يحدد لنا. هالمره العزم السالب الخارجي الفكتر مالته شوفوا من صفر قوم ازيلاجيه صار 0.16 هذا، والعزم الموجب صار 0.57، والعزم السالب جه صار 0.7. خلصنا من الحاله الثانيه. الحالة الثالثة، هاي الحالة الأولى، هاي الحالة الثانية. نجي على الحالة الثالثة، تتفرع إلى فرعين، فرع A وفرع B. شنو يعني؟ يقول لي إذا السقف مالتك كان مستند على كولوم، شو مستند؟ على كولوم، ما بي إيج بي، هاي without إيج بي، نفس هذه الحالة، هذا السقف مستند على هذا الكولوم. وإذا ود إيج بيم يعني نفس هاي الحالة، يعني عندك بس داير مدار البناية، عندك الجسر هاي داير مدار. إذا كان أكو لا، إذا كان أكو جسور داخلية هنا ما راح تختار هذا الخيار، راح تختار ترجع لهذا الخيار سلاب وذ بيمز بتوين سبورت. أوكي فعندي الحالة الأولى جدار طابوقي، الحالة الثانية أكو جسور داخلية، الحالة الثالثة تنقسم عندك إيج بيم لو ما عندك إيج بيم. أوكي نقول ما عندي إيج بيم، مقدار العزم السالب راح يصير 0.526 اللي هو هذا، والعزم الموجب 52، والعزم السالب الداخلي ايش صار؟ 0.7.
نجي على الحالة اللي إذا أكو إتش بيم، هالمرة العزم السالب شوفوا قمن صار جيت 0.3 العزم الخارجي هذا، والموجة 0.5 والسالب الداخلي 0.7. نجي على الحالة الأخيرة اللي هي أقوى شيء، أقوى شيء exterior edge full restored، معناته السقف مستند على جدار من الخرسانة وأكو تداخل بحديد التسليح. طالعوا على هاي الصورة أو هذه الصورة، هذا جدار وهذا السقف مستند عليه، هذا أقوى شيء. بعد العزم السالب راح يقصر هنا 0.65 كبر، أقوى فاكتور صار، والعزم الموجب صار 0.35 ورجع هذا 0.65، كأنما هذه الحالة صارت نفس مال البلال الداخلية صارت. فلو احنا جينا على مسألتنا طلاب اللي هي هاي، هذه نوعية السقف مالته شنو هنا؟ نوعية السقف هاي باعوا لي هنا، عندك جدار طابوقي؟ لا. عندك جدار من الخرسانة؟ لا. عندك جسور داخلية؟ لا. ما قصة واضحة، ما محدد لك بالسؤال، ما قال لك فإذا ماكو جسور داخلية. عندك اتش بيم؟ هتقول لي ممكن إيه ممكن لا. أنا أقول لك لا، شلون؟ ما قال لك أصلاً بالسؤال اكو اتش بيم. إذا السقف ما تكمسد على كولومات مباشرة، هذا سقف مستند على كولوم مباشرة. إذن يا هاي حال راح يصير سلاب without beam between support without edge beam. فالفاكتور مال العزم السالب 0.7، هذا مال الموجب 0.52، ومال السالب البرة 25. تضرب كل واحد في الام نوت المستخرج، يا ام نوت هذا استخرجناه بأول خطوة، هذا 152 ضربتهم طلعت لي مقدار العزوم عندك. رسم الفاكتورات راح يصير بهالشكل، هذا 0.26 اللي هو هذا، وال 52 اللي هو هذا، وال 0.7 اللي هو هذا. قلنا البنل الداخلية دائما 0.65 السالب والموجب 0.35، يعني خلاص هذه البنل المتناظرة هي نفسها مال هذه. إذا كل واحد ضربت كل واحد من ذن العزوم من ذن الفاكتورات ضربته في الام نوت طلعت لي ذن العزوم عندي كله، هذا طلعت لي العزوم. هذا التوزيع شو نصيح له؟ نصيح له التوزيع الطولي صار على طول الشريحة. طلاب هسه شنو اكو شيء مو واضح اللي شرحته؟ جزء صار هواي معلومات، شو اللي مو واضح؟ ممكن يعني ظلتنا 6 دقائق قبل ما يخلص التسجيل. اكتبوا لي بالشات بوكس شو الشيء مو واضح عيده، افتحوا لي مايك واحكوا قولوا لي. تقول واضح، خلاص اقول واضح. اوكي. إذا طلاب التوزيع الطولي أول خطوة، إحنا أول خطوة طريقة دار نزام مثلا نحسب الأم نوت، هاي أول خطوة. وراها البانل الداخلية، يعني شو أقول لك؟ لو السقف إيش كانت نوعيته؟ إيش كانت الظروف عليه؟ دائما البانل الداخلية عبر العصور والأزمنة والحضارات يبقى العزم الموجب 0.35 في الأم نوت، والعزم السالب 0.65 في العلمات. اي شيء كان ضمض عينك قبل تكتبها من الفاكتورين. بينما البانلات الخارجيه لا تعتمد على السقف مالتك. هسه مثلا باعوا لي انت السقف مالتك يعني مثلا، طبعا واضح طبعا الشريحه طلاب هاي بعدين بعد ان شاء الله اشرح الشريحه الثانيه. مثلا باع لي هذا السقف مالتك، هذا بيجي صوره يا تبين يعني هاي بيجي صوره بها بجسورة داخلية. فإذا يصير يا نوعية راح يصير سلاب وذبين بتوين سبورت. أوكي. لو رحنا مثلا على هذا السقف باو علي، هذا السقف بي اتش بي جسورة طبعا ذني سنتر لاين ذني مو جسورة. هنا بالأطراف عندك هذا، هنا شنو عندك؟ عندك اتش بي وراسم لك وقايل لك اكو اتش بي ومعطيك أبعاده.
فاذا راح يصير بالجدول مالتك هذا وذ شنو وذ اتش بي، يعني هي واضحه جدا من الرسم. هاي نفس الحاله، هذا شنو هاي شنو بي بي اتش بي الى اخره. وراها ورا ما نضبط اللوك تو دون ديستريبيوشن ندخل شنو باللاترال ديستريبيوشن. الكل شيء طلاب هنا قبل ما اختم المحاضره، يعني بدي المحاضره الجايه ان شاء الله راح اشرح راح ناخذ شريحه خارجيه ونشرح سؤال اخر وراح ندخل بالتوزيع اللاترال. هاي شوفوا هاي العزومه اللي طلعت لي السانح، هاي ايش طلعت لي؟ هذا رسمها وهذا توزيعها على طول الشريحه، اسمه التوزيع الطولي. هذا العزم هو نفسه، هذا العزم الموجب موقع هنا دائما بالسنتر، هو العزم الموجب وبالاطراف هو العزم السالب. هاي العزومه لا توزيع. اوكي طلاب، اذا ما عندكم شيء انهي المحاضره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.